بسم الله الرحمن الرحيم، معك عبد المجيد أبو طالب. اليوم إن شاء الله بنحكي عن بروبلم عبد الرحمن ألي باجز من مسابقة 2017 جاست بروجرامينج كونتست 2. البروبلم تحكي إنه عبد الرحمن علي هو واحد من أفضل الاس ام ارز الموجودين في جاست. بعد آخر مسابقة أخذ كثير من السيمبل باجز في الكود اللي كان بكتبه، فقرر إنه يدرب حاله عشان يحل ويكتب حلول أفضل وما فيها باجز. فقرر انه بده يلعب مجموعة من الالعاب تحسن تفكيره بحيث انه يصير يكتب اكواد نظيفة وما فيها باجز. اول لعبة بده يلعبها هي بعطيك معه سترينج اس فيها بس احرف لور كيس انجليش لترز. المطلوب انه يلاقي قيمة اكس بحيث انه الاكس هاي تعمل مينيمايز للكوست تبع السترينج. الكوست تبع السترينج بنحسب من خلال هو مجموع لكل حرف الفريكوانسي تبعه مد الاكس مضروب في الفريكوانسي لكل الاحرف من A إلى Z الموجودين في السترينج. المطلوب انه يلاقي قيمة لاكس بحيث تقلل هذا الكوست اقل اشي ممكن، وقيمة الاكس تكون اكبر من واحد، يعني ممنوع انها تكون واحد. الانبوت سترينج اس طولها 10^5 بين 1 ل 10^5، والاوتبوت اللي هو الاكس. في البداية لو كان عندي رقم اكس وبدي أجرب أخذ له المود لمجموعة من الأرقام، لحد أي رقم أنا بحتاج إنه أخذ له المود لحد الإكس بلس 1، لأنه لما يصير إكس مود إكس بلس 1 راح يعطيني إكس، إكس مود إكس بلس 2 راح تظل إكس، فما في داعي إنه أجرب أي قيمة أكبر من إكس بلس 1. مثلاً لو كان عندي الخمسة أنا بدي أجيب 5 مود 1، 5 مود 2، 5 مود 3، 5 مود 4، و5 مود 5، بعدين 5 مود 6، 5 مود 7 راح تعطي نفس جواب 5 مود 6. السترينج عندي أنا طولها لحد 10^5، معناته أكبر فريكوانسي لأي حرف ممكن أنها تكون هي 10^5، معناته أنا ما بحتاج أجرب قيمة الإكس أو قيمة الإكس اللي راح تكون جواب مستحيل أنها تكون أكبر من 10^5 + 1، أو مستحيل تكون أكبر من أكبر فريكوانسي موجود عندي، لأنه أنا عندي 26 حرف كل حرف له فريكوانسي معين، أنا ما بحتاج أجرب أكبر من فريكوانسي أكبر عنصر موجود. مثلا لو كان عندي السترينج AAABC ما بحتاج أجرب الفريكوانسي لأكبر من 4 اللي هي أعلى فريكوانسي الموجود لفريكوانسي الحرف الـ A، 3 بجرب بس للأربعة، لأنه 1 مد 4، مد 5، مد 6 نفس القيمة راح يظل، لأنه صار الرقم اللي فريكوانسي اللي عندي أقل من الإكس، فأنا لو عملت له مد لإكس أكبر من آخر إكس جربتها راح يظل نفس الجواب راح يعطي، فما راح أستفيد إشي. مع أنه أنا عندي 26 حرف فبجرب كل قيم الإكس الممكنة من 2 لأكبر فريكوانسي زائد 1، لأنه ببلش من 2 لأنه ممنوع أنها تكون قيمة الإكس 1. عند كل اكس بحسب السم الممكن او الكوست تبع السترينج وبقارنه بافضل كوست لقيته او اقل كوست لقيته. اذا بلحظه من اللحظات عند قيمه من الاكس لقيت انه صار الكوست صفر بوقف، لانه انا خلص مستحيل اني الاقي كوست اقل من الصفر. سامبل انبوت اول سامبل هو اي سي ام جواب تبعه 2، انا ما راح اجرب اكس الا لحد 2 قل أو تساوي 2 اللي هي أعلى فريكوانسي 1 + 2 + 1 = 2، وما راح أجرب 1 لأنها ممنوع، فعندي بس خيار واحد اللي هو 2، 1 مد 2 1 1 مد 2 1 1 مد 2 1، مجموع 3، معناته أحسن قيمة للإكس عندي هي 2. لو اخترت 3 راح يعطي نفس الجواب، بس أنا خلص لقيت 2 هي أقل جواب ممكن. السامبل الثاني AAB AAB AA، أعلى فريكوانسي عندي هو 5، معناته أنا راح أجرب الإكس لحد 6، من 2 لحد 6 راح ألاقي إنه أفضل جواب هو 5، لأنه 5 مد 5 0 مضروبة في 5 الفريكوانسي راح تعطي 0، 2 مد 5 2 ضرب 2 راح تعطي 4. لو أخذت مثلاً 2 مد 2 0 بالنسبة للبي ضرب بالفريكوانسي تبعت البي اللي هي 2 راح تظل 0، 5 مد
الاثنين راح يعطي الفري المود واحد، بس لما اضرب الفريكوانسي الاي راح يصير خمسة. فانا هذا الجواب غلط، هو اكبر من اقل جواب ممكن. اقل جواب ممكن اللي هو الاربعة، من خلال انه اختار الاكس بتساوي خمسة. السامبل الثالث هو اي بي سي اي بي سي اي بي سي، الفريكوانسي عندي ثلاث، راح اجرب لحد الأربعة، من اثنين لأربعة، الثلاث راح تكون هي أفضل خيار ممكن، لأنه ثلاث مود ثلاث صفر مضروب في ثلاث راح تظل صفر بالنسبة للثلاث أحرف، فلقيت إنه الكوست صفر عند الثلاث. فعشان نحل هاي البروبلم راح أجرب كل قيم الإكس الممكنة من اثنين لحد أكبر فريكونسي زائد واحد، وعند كل قيمة للإكس بحسب الكوست تبع السترينج وبقارنه بأفضل كوست لقيته أو أقل كوست لقيته للسترينج. نبدأ بالكود. أول إشي بدي أقرأ السترينج S، بدي أعرف الفريكوانسي array والسايز تبعها 26 عشان أعرف أحسب الفريكوانسي للأحرف، وبدي متغير ماكسيموم بالبداية بخزه سالب واحد، هو يعطيني أكبر فريكوانسي موجود عندي في كل السترينج، يعني أعلى فريكوانسي لأي حرف موجود عندي. بلف على السترينج من 0 ل s dot length. اول اشي f ل s dot char at ال i، بطرح منه ال a character عشان يصير ترقيم من 0 ل 26، من 0 ل 25 بالنسبة لكل احرف من a ل z، بعمل له بلس بلس انه انا شفت اوكرنس جديد لإله. بعمل ماكسمايز بين الماكسيموم اللي موجود عندي والفريكوانسي تبعت الحرف الحالي. ممكن ان نفس الحرف تتغير لقدام الفريكوانسي تبعته، مثلا الاي اول مره صار فريكوانسي واحد، عملت ماكسمايز بعدين الفريكوانسي صار اثنين، بس انا بدي اعلى فريكوانسي وانا ماشي باتجاه اليمين، فكل ما تيجي تتغير قيمه الفريكوانسي لاي حرف راح اعملها ماكسمايز مع الرقم اللي معي، فبصير معي بالنهايه اكبر فريكوانسي موجود. بدي اعرف المتغير راح اخزن فيه المينيموم بالنسبه لكوست سترينج، راح يكون لونج عشان ما يصير اوفر فلو، قيمته في البدايه بدي اعرفها لونج دوت ماكس فاليو، وبدي اعرف متغير اسميه انسر في البدايه سالب واحد، وهو راح اخزن ايش هي قيمه الاكس اللي اعطتني المينيموم انسر اقل كوست للسترينج. بلف على كل قيم الاكس من الاثنين لحد الام الماكسيموم بلس 1، كل مره بدي اعرف لونج سم اللي راح اخزن فيه الكوست للسترينج عند قيمه الاكس الحاليه، بلف على 26 حرف من A ل Z عشان أحسب الكوست. sum plus equal الفريكونسي للحرف I مود X مضروبة في فريكونسي الحرف I اللي هي المعادلة اللي موجودة في البروبلم هون. لما أخلص أحسب الكوست، إذا كان الكوست اللي حسبته حاليا عند قيمة X الحالية أقل من المينيموم، معناته هو هذا الجواب افضل، فبخزن انه هو المينيمم هو الجواب صار الحالي، وقيمه الاكس اللي هي جاوبت لي اللي هي الاكس الحاليه، الانسر بيساوي اكس، انه انا خزنت انه قيمه الاكس اللي انا عندها حاليا هي لحد الان افضل جواب، ممكن تتغير لقدام بس انا بخزن اخر جواب وصلت له، يعني افضل جواب وصلت له عند اقل مينيمم ممكنه. اذا صار لما عملت مينيمايز بالنسبه للجواب، إذا كان السم بتساوي صفر، معناته أنا لقيت أقل كوست ممكن، مستحيل إني ألاقي كوست أقل من هيك للسترينج، فبعمل بريك، ما فيش داعي إنه أجرب قيم ثانية للإكس. بالنهاية بعد اللوب هذا بطبع الأنسر، راح يكون في قيمة الإكس اللي جابت لي أقل كوست ممكن للسترينج. جرب على السامبل إنبوت.
2 صح؟ نعمل السامبل الثاني. خمسة. السامبل الثالث 3. بس قبل ما اعمل سبمت بدي اعمل كاست للونج هون عند الضرب عشان اضمن انه ما يصير اوفر فلو قبل الجمع، لانه لو صار اوفر فلو بالضرب الارقام هون انتجر كلها اللي هي الاف اوف اي والاكس، فراح يصير الضرب بالانتجر، فراح اذا صار الاوفر فلو راح يصير قبل الجمع على المتغير اللي موجود اللي هو اللونج، فراح يطلع معي جواب غلط. فعشان اضمن انه ما يصير اوفر فلو بدي اعمل كاست للونج قبل الضرب. نعمل سبمت. accepted. كان معك عبد المجيد أبو طالب. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب.